يوم عن آخر تكبر الأحلام الإيرانية ويرتفع سقف أطماعها في المنطقة العربية، فمن الدعم اللوجستي للحوثيين في اليمن إلى التدخل المباشر في سوريا ثم المجاهرة بعد ذلك بالسعي نحو إيجاد قواعد بحرية في كلا الدولتين. لكن الأمر لا يبدو بتلك السهولة التي تحدث بها باقري عن نوايا بلاده التوسعية، فما تشهده المنطقة العربية من حرب ضروس تأتي في جزء كبير من أهدافها لمواجهة الأطماع الإيرانية التي باتت تشكل تهديداً مباشراً على الأمن القومي العربي. إيران التي استغلت حالة الانحسار للقوى العظمى في منطقة الشرق الأوسط وعملت على إيجاد أذرع عسكرية طائفية تحركها متى وإنما أرادت لتنفيذ أهدافها، باتت اليوم في مواجهة مباشرة مع دول الإقليم في اليمن بعد أن كانت متوارية في سوريا، وذلك بإعلان دول التحالف العربي التدخل للحفاظ على الشرعية والهوية المهددة بفعل الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي على المجتمع والدولة بإيعاز من الإيرانيين حسب تأكيدات الرئيس هادي المتكررة. تصريحات المسؤولين الإيرانيين المتواترة لا يمكن فهمها إلا كونها استمرار للتحركات الإيرانية على الصعيدين السياسي والعسكري لترسيخ أقدامها في المنطقة ضمن الحلم بإيران الكبرى الممتدة من المحيط إلى الخليج. فدعم طهران العسكري للحوثيين لم يعد بالأمر الخفي، فلا تكاد تمر فترة وجيزة إلا ويتم الكشف عن اعتراض شحنات أسلحة جديدة في طريقها لميليشيا التمرد الحوثي، وهو ما دفع بالحكومة اليمنية إلى رفع الشكوى للأمم المتحدة بأفعال إيران المزعزعة لاستقرار اليمن، ولكن لا مجيب.